لنعود إلى التاريخ قليلا ونتذكر بأن نادي الجسرة ناد ثقافي له مكانته وله ثقافته وله كيانه وله وجوده منذ عام 1960 وحتى الآن. اليوم نتحدث عن نادي الجسرة كمركز إشعاع فكري في قطر كلها، وهو طبعا مثل الجانب الأهلي في نقل الثقافة والتراث والحراك الاجتماعي في دولة قطر. دائما أحبذ أن تكون هناك مبادرات أهلية مستمرة، لأن المبادرات الأهلية هي تكون مبادرات صادقة، إنما لا يدخل فيها القرار الرسمي ولا التقنين الرسمي لأنها طبيعية تلقائية. فنادي الجسرة هو نموذج لهذه المبادرات الأهلية. أعتقد اليوم كان محاضرتنا عن نادي من أقدم الأندية في قطر، نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي. هذا النادي اللي كان رافد حقيقي لكثير من الفعاليات في الموسيقى، في الفنون التشكيلية، في المسرح، وأيضاً كان له الباع الأهم في تقديم نادي الجسرة للآخر وتقديم الآخر للمتلقي القطري.